زوار الجديدة نيوز، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا حاليا كنتواجد بسوق الخيام تابع لعمالة عين الشق. هذا المدخل ديال سوق الخيام اللي كيترأس الجماعة هو السيد الكحيلي. احنا دابا كنوجهوا ليه واحد الرسالة، راه عيب وعار سوق كتباع فيه المواد الغذائية وهكذا، يعني كياكلوا الناس، كيفاش هاد الصحة ديال المواطن غادا تكون؟ ولكم التعليق. سوق الخيام عمالة عين الشق، هذا هو الباب ديال السوق. شوفوا حتى الغنم فين كترعى، يعني شوفوا المواطن اشنو كياكل، اشنو كيدخل الكرش ديالو. دابا غادي نحاول نلتحق بالسوق لداخل ونشوفوا الحاله كيفاش دايره، وناخذوا ارتسامات بعض المواطنين اللي كيشتغلوا لداخل في السوق. كيف ما قلت لكم، هذه هي الدخله ديال السوق. سوق كله عشوائي، الناس كطالب تعويضات. حنا بغينا نعرفوا غير هاد الميزانيه ديال هاد الجماعه ولا ديال هاد العمله فين كتمشي. وهذا راه سؤال موجه للسيد الرئيس الكحيلي من حزب العداله والتنميه. شوفوا هاد الحالة، شوفوا هاد الحالة ديال هاد السوق كيفاش دايرة، اش كياكل المواطن. الناس ما طالبين منكم والو، طالبين منكم غير ديروا لهم شي مكان، تخصوا لهم شي مكان باش يبيعوا ويشريوا فيه. هاد السيد هذا راه بائع ديال السمك، وراه طلب شحال من مره من الجامعه باش تدخل غير باش تصلح لي هاد المحل هذا، وحتى شي واحد ما استجاب له. سيبوا للسوق يصوروا لنا، عندنا زعنقيه وعندنا شديد الطوباج والزبل وقسم النظافه، بغينا نقيو هاد السوق ديالنا عاد مع عام السادس. عندنا حوش مزيان، ما عندناش شحال حاجه عيال، عندنا هو اللي عندنا حنايا فهمتي. ونتمنوا بهذا الحوار الناس ديال الطرق والصلاه، راي الجمعيه حدا ديال الجمعيه ولا واخد هذا الشيء مسكين ضحي معانا، الناس الطوبات عندنا خص الدواء وخص الصلاه. لمن شكون هما هاد الناس؟ لمن تبغي توجه الرسالة ديالك؟ القايد حابس الجمعية، قال لي ما تصوروش فيهم، القايد وشو القايد؟ احنا العامل، احنا سيدنا هو اللي غيوقف معنا ان شاء الله بإذن الله، الملك محمد السادس ينصروا لنا، الله يحفظك السي، شكرا. دابا غننتقلوا للمكان ديال الدجاج، كنا في الأول في الأسماك، دابا غننتقلوا للدجاج، يعني واحد الحالة يرثى لها. السوق ولا على برا، الناس ما تبعتش على برا، حنا هنايا كنتوفى. هذا هو الكلام الواضح، انه هنا بزاف خاصين بزاف الحوايج، ما كاينش بزاف المسائل، ما كاينش السوق، ما نظمش
طوب يعني طوب دابا شحال من وحده راه مسيه كتشوف كتقول انا طوب هي كاين بزاف ديال المسائل. باش كطالبوا دابا كطالبوا بالاصلاح ولا كطالبوا بالتعويض ولا طالبوا بالاصلاح انتوا واحد المهنه ولا مهنتكم بلاصه هذا هو المهم ديالنا. شوف هذا الشيء هذا الرقم على الدور الثاني تفضل اخويا والسلطات تعاونوا معنا تدير الجمعيه انا ديال السوق ولكن ما حابسيننا كل مره كيمشي الرئيس شكون اللي داير لكم العرقاله؟ داير لنا عرقاله راه بيني نخشيران ممكن تكون اسماء ما يصرحوا لنا هما اللي دايرين لنا عرقاله واش الرئيس ديال الجماعه؟ وما تمشي على الخشي راه حيت دابا واحد كيصيفط لنا واحد اللي يمشي يجي عندنا كيقول انا هادشي اللي كنطالبو الاصلاح في السوق والتنظيم بلادو كيجي يبغي يدخل لنا السوق كيشوف هادشي فين رجع هادشي كيقول كيف ما شفتوا راه المواطنين هنايا كلهم كيطالبوا غير بالاصلاحات و كيطالبوا بالنظافه. النظافه راه اهم حاجه لان لا يعقل ان مواطن اش كياكل الوسخ والقذارات و فانتوما كتشوفوا كلشي بعينيكم عطات اخبار ولا شي حاجه والله كثر من عيب اختي واحد الله العظيم كي كتشوفي السوا ديالنا كي داير 27 عام وانا في هذا العام هذه لا دار لا والو عندي ثلاثه الاولاد فهمتي ولا لا؟ ما با كان هنا كانوا خوتي كاملين كلشي هز مشى فحاليات وبقيت غير انا فهمتي كنطالبوا بالصلاح كنطالبوا بالحرافي بانه الحرافي كلها يتنظموا يدار في جيب الحوت في جيب الدجاج في جيب دابا هما مالين الدجاج على برا محنينا حنا ما بقاش عندنا طريف ديال الخبز باش نديو لولادنا فهمتي ولا لا؟ ولا كنجيبوا الشكفوزه ديال الدجاج كديو عندنا سيمانه كيموت لينا الدجاج فهمتي ولا لا؟ ما عندناش النظافه ما عندناش بزاف الحوايج ما عندناش الماء فهمتي كنمشيو نطالبوا المسؤولين جهات داكشي مسادين علينا بزاف البيبان مشينا ولا لا؟ والله دابا الجمعيه الله درناها شويه بدا كيتحل داكشي ما بقاش كيف كان الله بشويه دقه دقه دابا حنا بالاصلاح والنظافه هادشي ما كان فهمتي حنا برخاصينا بالوراق ديالنا ما شارين ما والو مستافدين مشينا ولا لا؟ مستافدين هذا هو ما كان جاو من اللور عندنا راه ما كانوا الحوانت ولاو خدامين حنا مريحين هنا كنطالبوا بالسلطات المعنيه والسلطات كاملين يشوفوا من حنا طلبنا الاصلاح بغينا اصلاح جامع فهمتي ولا لا؟ اصلاح والمهن كامله تحرر كل حرفه بوحدها هادشي اللي كنطالبوا به تنظيم الحراك فهمتي ولا لا؟ تنظيم الحراك هادشي اللي كنطالبوا به.